اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. دلوقتي هنروح للاداره العامه للمرور وزميلنا كريم بيبرس عشان يطمنا على احوال المرور. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير يا هدير، صباح الخير على كل مشاهدي، صباح الخير يا مصر. من الإدارة العامة للمرور هنتابع مع بعض الطرق الهامة والطرق المحاور الرئيسية اللي بياخدها المواطنين أثناء ذهابهم طبعا لأعمالهم وطبعا بعد ما يودوا أطفالهم المدارس، ولكن احنا دلوقتي في أجازة نصف العام اللي بدأت بالفعل، فمن المفترض أن تكون الطرق أسهل شوية، يكون في سيولة مرورية أسهل شوية عن الأيام اللي احنا معتادين عليها، خصوصا أن احنا في أول الأسبوع، ولكن عدم وجود الجامعات وعدم وجود المدارس أكيد هيخفف أكيد كتير من السيولة المرورية في الطرق. هنبتدي بمحور مهم جدا وهو الدائري. الدائري ليه أكتر من جزء، هنبتدي بأول جزء منه دلوقتي. هتروح الكاميرا ليه شاشة الجزء الخاص بأثر النبي. الجزء ده من الدائري زي ما احنا شايفين كده قدامنا، الكاميرا بتتوجه ليه، هنلاقي فيه اتجاهين، في اتجاه فيه سيولة مرورية عالية جدا، ودي الاتجاه المتوجه ناحية منطقة الكنيسة، متوجه ناحية منطقة المنيب، هيكون عدى كمان قبل المعادي بشوية. المكان ده زي ما احنا شايفين فيه سيوله مروريه عاليه جدا، ده لو افترضنا انه اثر النبي هيبقى على شمالك، وعلى يمينك تبتدي تتحرك ناحيه الكنيسه وناحيه المنيب وناحيه المعادي. الناحيه دي فيها سيوله مروريه عاليه جدا، ولكن اللي جاي من الكنيسه او جاي من المنيب في تكدس مروري زي ما احنا شايفين، وفي طبعا كثافات مروريه عاليه، فاللي يقدر يتفادى اثر النبي ده يقدر يتحرك، يا ريت ما يستخدمش الطريق ده دلوقتي. طب يقدر يتفاداه ازاي؟ بان هو لو هو متحرك من ناحيه البحر الاعظم يقدر ينزل نزله البحر الاعظم نفسها، او يقدر ان هو ينزل نزله المنيب نفسها وينزل من تحت الدائري ويقدر يتحرك ناحيه اثر النبي، اكيد هيكون اسهل من التكدس المروري اللي احنا شايفينه هنا. لو ابتدينا نتحرك على الشاشه اللي فوقيها على طول، وهي جزء اخر من الدائري، وده واصله اللي بعد البحر الاعظم على طول، الجزء الخاص بالماريوطيه. الجزء الخاص بالماريوطيه زي ما احنا شايفين قدامنا في سيوله مروريه عاليه جدا موجوده، سواء على الوصله اللي بتودي للمعادي من الدائري، او تحت حتى اللي بيعدي الماريوطيه ومتوجه ناحيه صفت اللبن، او متوجه ناحيه جامعه القاهره، او متوجه ناحيه الجزء الخاص بطريق اسماعيليه، هتلاقي زي ما احنا شايفين كده في سيوله مروريه عاليه جدا في الاتجاهين الحقيقه. لو كمان خدنا جزء اخر يلي الجزء الخاص بالماريوطية، الشاشة اللي فوقيها على طول، هنلاقي جزء الدائري المختص بالرماية والواحات والصحراوي. الطريق الناحية اليمين دي اتجاه ناحية 6 اكتوبر، هنلاقي فيه 3 اتجاهات، في اقصى اليمين ده اسكندرية الصحراوي، في سيولة مرورية عالية جدا، كمان في النص ده المتوجه ناحية طريق الواحات او 6 اكتوبر في سيولة مرورية عالية جدا، اول ياخد اقصى الشمال متوجه ناحية الرماية في سيولة مرورية عالية جدا، اللي حابب يتوجه يستخدم الطريق دلوقتي يا ريت يستخدمه، في سيولة مرورية عالية جدا. اللي قادم بقى من 6 اكتوبر او من الواحات او من ميدان الرمايه زي ما احنا شايفين برضه في سيوله مروريه عاليه جدا، يقدر يستخدم الطريق ده يتوجه بيه ناحيه وسط الماريوطيه اللي كنا بنتكلم عنها، او يتوجه ناحيه المعادي. لو ابتدينا نبص بقى، لو خرجنا من محور الدائري وبقينا نبص للشاشه اللي جنبها وهو محور اخر، محور 26 يوليو، المحور ده زي ما احنا شايفين فيه اتجاهين، في الاتجاه دلوقتي المتوجه ناحيه مدينه السادس من اكتوبر وناحيه طريق اسكندريه الصحراوي، هنلاقي فيه سيوله مروريه عاليه جدا جدا، اللي حابب دلوقتي يتوجه ناحيه 6 اكتوبر يقدر يستخدم الطريق ده براحته تماما. والناحيه الثانيه اللي خارج من 6 اكتوبر وناحيه الشيخ زايد متوجه ناحيه المهندسين او ميدان لبنان او طلعت الدائري لاخر المحور، هيكون في سيوله مروريه عاليه جدا، الا في اخر المحور قبل طلعت الدائري في تكدس مروري دلوقتي الحقيقه، اللي حابب يتفاداه يقدر يستخدم الدائري الاوسطي او الدائري الاقليمي انه يقدر يتحرك بيه ناحيه المهندسين او ناحيه طرق ثانيه زي التجمع والمعادي لو انت خارج من 6 اكتوبر وخايف تبقى موجود في زحمه محور 26 يوليو او في نهاية محور 26 يوليو متوجه ناحية المهندسين. لو بدنا نتحرك دلوقتي للشاشة اللي تحتها على طول، وهنلاقي دي الجزء الخاص بطريق اسكندرية الصحراوي من ناحية القرية الذكية، هنلاقي فيه سيولة مرورية دلوقتي اللي حابب يستخدم طريق السفر، يمكن الفترة اليومين اللي فاتوا كان فيه يعني تقلبات جوية مختلفة، ولكن دلوقتي الجو احنا شايفينه كويس، فاللي حابب يستخدم طرق السفر اكيد هتكون الاجواء امنة، ولكن اكيد بنأكد على المواطنين ان هم يلتزموا بالسرعات المرورية المقررة. لو خدنا طريق سفر تاني والشاشة اللي تحته على طول، وهو طريق السويس، طريق السويس برضو زي ما احنا شايفين الاجواء مشمسه، الاجواء كويسه جدا، ممكن يكون في لمسه بروده بسيطه، ولكن ما فيش اي شبوره، الطريق واضح، يقدر اللي حابب يتوجه ناحيه طريق السويس دلوقتي يقدر يتوجه ويسافر وياخد طريقه ويوصل بالسلامه، ويلتزم اكيد بالسرعات المروريه المقرره في كل الطرق حفاظا على سلامه المواطنين، حفاظا على امنكم، نرتدي حزام الامان ونلتزم بالسرعات المروريه المقرره. شكرا ليك كريم على كل هذه التفاصيل. كريم بيبرس مراسل صباح الخير يا مصر من الإدارة العامة للمرور، ألف شكر ليك.